السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ نستمر محاضراتنا التحليلات الهندسية، وعندنا اليوم آخر موضوع بالنسبة للتطبيقات عن differential equation. تطبيقات اليوم اللي هي عن بندول، ثم ناخذ إن شاء الله عن المكسر، وثم ناخذ عن الفايبريشن. بالنسبة للبندول اللي عندنا حركة، البندول هو عبارة عن نعرفه عن كتلة وخيط، ثم أن نحرك هاي نسحب الكتلة مقدار قليل جدا بزاوية ويا الشاقول، ثم نتركه وهنا نهمل مقاومة الهواء، راح البندول يتحرك ذهابا وإيابا حسب الجاذبية الأرضية. المطلوب من عندنا إيجاد علاقة بين الزاوية ويا الشاقول ويا الزمن التايم، ويا الزاوية اشقد هاي الزاوية تتحرك، يعني تقل اشقد وتزيد اشقد ويا التايم. لنعرف انه الكتلة الماس في اكسلريشن يساوي لنا الفورس، الكتلة في التعجيل يساوي لنا القوة. الاكسلريشن هو عبارة عن مشتق الثانية مال الديستانس ويا التايم بين ماينس، ليش؟ لانه تناقص. هنا الفورس هنا عندنا هي الهوريزونتال، المركبة الافقية اللي هي الفور الماس في تعجيل ارضي، هاي الفورس تعطيني اياها، ولكن احنا الفورس نريدها الافقية اللي هي عصير ساين ثيتا. وانا اعرف انه الديستانس هي هاي الارك مالتي قوس المسافة، هي عبارة عن ثيتا في ال طول الخيط، اشتقها المشتقة الاولى ثم المشتقة الثانية. هذا ليش اسوي؟ لانه انا احتاج ان اخلي المعادلة مالتي هاي فوق اللي امامكم، المشتقة الثانية مال الديستانس ويا التايم، وعندي الثيتا، يعني ثلاث متغيرات لازم ابقيها متغيرين اللي هي الثيتا والتايم. راح احصل على العلاقة التالية، المشتقة الثانية بالثيتا بالنسبة للزمن زائد جي على ال ساين ثيتا. هاي يسموها نون لينير ديفرنشال ايكويشن، يعني معادلة لا خطية. انا ما درسنا شلون نحلها، ولكن انا اقدر احورها الى معادلة من السكند اوردر، وهي كالتالي. احنا قلنا ان نحرك البندول بزاوية صغيرة جدا، فمن تكون صغيرة جدا فالثيتا تكون هنا تساوي لنا ساين الثيتا تقريبا ساين صفر. اذا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي معادله نفسها، ولكن بدل ساين الثيتا ثيتا يساوي صفر. هاي سكند اوردر هوموجينيوس ديفرنشال ايكويشن. لو فرضنا انه كي سكوير ثابت يساوي لنا جي على ال، راح احل هالمعادله اللي هي راح تصير كومبلكس، راح يصير ثيتا يساوي لنا سي 1 كوساين كي تي بلس سي 2 ساين كي تي. الباوندري كونديشن مالتي اللي عندما التايم ساين زيرو الثيتا اللي اصلي انيشال، هاي انا حركتها بالبدايه، ولكن انا بالبدايه من ماسك الكتله تكون السرعه صفر، المشتقه الثانيه مال الثيتا هي السرعه. من اعوض بالمعادله الاصليه راح احصل على سي 1 يساوي ثيتا نوت، واشتق المعادلة ثم عوض الباوندري كونديشن راح احصل على سي 2 يساوي نصف. اذا معادلة مالتي ثيتا عند اني تايم يساوي لنا ثيتا انيشال كوساين كي تي، هي هاي المعادلة. احنا نعرف انه الحركة حصير ذهابا وايابا، يعني كل 360 درجة يعني 2 باي راح تتكرر عندي، فراح احصل على الزمن الدوري اللي هو تي كابيتال، اللي هو راح يصير كوساين تحت بين قوسين تحت جذر جي على ال تي بلس 2 باي، يعني 360 درجة، هاي الدورة الواحدة كوساين بمقابل تحت جذر جي على ال تي بلس تي، يعني الزمن الدوري الطبيعي تردد الطبيعي. راح احصل على تردد الزمن الدوري يساوي لي 2 باي تحت جذر ال على جي. الفريكوانسي هنعرفه هو واحد مقلوب الزمن الدوري،
الفريكونسي يساوينا تردد، واحد راح يصير عندي على 2 باي تحت جذر جي على ار، هذا فريكونسي، هذا التردد الطبيعي. همنا قامت الهواء. لو نتذكر هاي درسنا احنا بالإعدادية هاي الاشتقاق، فهذا الاشتقاق جاهز بموضوع الفيزياء. البندول حركته طبيعية، نحصل على اهتزاز طبيعي. عندنا موضوع الميكسينج اللي هو عبارة عن مثال معين، مثال هذا عندنا تانكي اي وتانكي بي. تانكي بي اي بينه 100 لتر من الماء و50 وزن من الملح، والبي 100 لتر و25 وزن من الملح. هذا سلطنا على تانكي اي خمس ماء صافي 60، سرعته تصريف مالته 6 لتر بالدقيقة، راح يدخل الى بالاي. الاي مش راح يخرج من عنده 8 لترات، ولكن يدخل بنفس الوقت لترتين من بي، هذا مخلوط، يعني 8 من تركي من قيمة الملح من الاي راح تروح للبي، ولكن بالبي بنفس الوقت للتوازن ترجع 1 من الملح من البي، ثم يخرج 6 لتر من التصريف بالدقيقة من الملح من الثنينات. المطلوب find the amount of salt in each tank at any time. المطلوب إيجاد قيمة الملح بكل تانكي ويا الزمن. لو فرضنا إنه X هو وزن الملح المطلوب إحنا نريده بتانكي A، والواي هو وزن الملح المطلوب بتانكي B، وإحنا نعرف إنه التركيز هو كمية المادة على السائل الماء الموجود بها التركيز السائل. ف x على 100 هذا تركيز بالنسبة للتانكي A، والواي على 100 هذا تركيز بالنسبة تانكي B. لو أخذنا تانكي A فقط الفري بادي دايجرام مالته، ثم تانكي B لوحده على مود نسوي توازن الكتلة، احنا نعرف انه تغير بالنسبة للملح A اللي سميناه X راح يصير DX على DT، هو تغير عبارة عن تركيزه المتغير البي في كمية التصريفات. نجي بالنسبة للداخل، هسه الداخل على التانكي اي هي ماء بيور واتر، ماء صافي. هاي بيور واتر ايش قد التركيز مال الملح مالته؟ صفر. فصفر في الدسشارج مالته فعصي صفر، يعني ما يدخل كأنه هذا صفر، ما اي تغير هنا. والداخل بعض عندنا تانكي من تانكي بي اللي سميناه واي حيدخل لنا 2، فالتركيز مالته 2 في واي تقسيم 100 على 100. ليش؟ لانه هو تانكي بي 100 ماينس. ليش ماينس؟ لانه خارج، احنا نريد نطرح من الملح، ما حصير ماينس 8 اكس على 100، هذا من التانكي اي. راح يصير عندي معادله اي اللي هي 2% ماينس 8% اكس يساوي لنا دي اكس على دي تي. بالنسبه للتانكي بي نجي تانكي بي داخل الى 8 من الاكس وخارج 2، وخارج من البي من البي 2 6 واي، راح تصير ماينس 2، وهاي هاي رايحه على البي، ثم 8 اكس هاي جايه من الاي. نجي نعيد ماينس 2 واي هاي رايحه على الاي، وال 8 اكس جايه من الاي، والماينس 6 واي هاي خارجه من البي. راح يصير عندي المعادله الثانيه البي هي 8% اكس ماينس 8% واي يساوي تغير بالملح بالنسبة تانكي بي ويا الزمن. هاي المعادلة يسميها System Differential Equation. الأوبريتر احنا نعرفه عبارة عن 1 على دي تي،
ابسطها على شكل ماتريكس راح يسوي لي صفر، الفيكتور الاخير صفر، هاي نسميه احنا بالرياضيات ايجن فاليو من نوع هاي الماتريكس. هاي حلها هو عباره عن ايجاد الديتيرمينت مال ماتريكس فقط. فالديتيرمينت مال ماتريكس هو الطرفين ماينس الطرف الاخر، يعني ال دي بلس 8% سكوير ماينس بوينت ماينس ويا ماينس على سي بلس 8% في 2%. احنا نلقى الروتس مالتنا، الروتس نبسط هاي معانا نفتح السكوير راح نلقى ار 1 ماينس 4% وار 2 12%. اذا اكس يساوي لنا سي 1 exponential minus 4% time plus C2 exponential minus 12% time. هذا هو المعادلة بالنسبة X نفسها، ولكن الكونستان مختلف هنا C3 C4 بالنسبة للوقت. لو نعوض هاي المعادلتين بمعادلة أي معادلات A و B راح نحصل ونحلها راح نحصل على قيمة C3 هو عبارة عن ضعف C1، وال C4 هو عبارة عن ضعف C2 بس بالماينس. العفو هنا أنا 2 نيجي باوندر كونديشن مالتي عندي كمية الملح بالي اكس هي 50 بالتانكي اي وتانكي بي اللي هو واي 20 ونعوضها احصل على هاي المعادلة معادلتين احلها احصل على سي 1 قيمته 30 وسي 2 سوينا قيمته 20 اعوض بالمعادلات الاصلية الاكس والواي حصير عندي التركيز مال الاكس والواي كما مبين بهاي المعادلات. فهاي هي المطلوب من عندي ايجاد كمية الملح بالاي والبي ويا التايم. لو عندكم هومورك اللي هو هذا راح يختلف هنا فقط كمية الملح بالتانكي اي وبي مساوية قيمته 150 وحدة ملح. نجي على الفايبريشن، عندنا هذا الستركتشر بسيط عبارة عن ماس واحد وماس الماس 1 وماس 2 مربوطة بثلاث سبرنجات هذا الشكل وثلاثتهم مقيدة بالجدران. احنا اذا عندنا كانت معلومة الانيشال ديسبليسمنت يعني احنا حركناها حركة بسيطة يعني الماس الاولى والثاني مسكناهم حركناهم حسب هذا الاتجاه على الرايت على اليمين ووحدة واحدة حركناهم اثنيناتهم. مقدار ازاحة سرعة ازاحة تحت الجذر 3 كي يعني velocity مالتنا السرعة مالتنا مال هاي الحركة اللي حركناها تحت الجذر 3 كي. فهمنا الاحتكاك فريكشن راح نشتق ديريفيت ذا ديفرنشال ايكويشن. احنا حسب ما نعرف انه الماس في الاكسلريشن يساوي نفس الماشين فورس هاي حسب الدايركشن مال الموشن حسب الاتجاه مال الحركه. والستيفنس مالتنا مال السبرينج اللي هو عباره عن اي اي على ال كيوبيك. نجي هسه عندنا معادله مهمه اللي هي الفورس، الفورس اكس اللي عفوا كي في اكس يعني الستيفنس في الديسبليسمنت. يعني هسه هاي ان الفورس الديسبليسمنت احنا نريد الفورس يعني راح نضرب الكي في الديسبليسمنت راح نحصل على الفورس. هاي العلاقه الاساسيه مالتنا. بالنسبه للماس الاولى عندنا هاي الماس الاولى هاي حركناها حركه واحده باتجاه الماس 2 راح تصير الكي 1 اكس 1 هاي الفورس الاولى نجي عكسها اللي هي زاح كي في اكس 2 ماينس X1 هاي بالنسبة لل2 وال2 الأخرى الماس 2 حتصير عندي نفس الحالة هاي توازن بالنص هنا أنا K في X2. نيجي أنا أعتبر الماس ماتي وحدة واحدة يونت واحدة فالماس في الاكسلريشن اللي هي المشتقة الثانية بالزاحة displacement ويساوين الفورس. هاي الفورس من جبتها حسب الباوند الفري بودي دايجرام هذا اللي عندي والاخر راح ابسطها والاوبريتر انا اعرف عندي هو واحد على دي تي.
هذا راح يصير عندي هاي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية بنفس الصيغة راح أحصل عليها المعادلة الثانية حصلتها أيضا من الكتلة الثانية. هاي قلنا هي هاي System Differential Equation، وهي قلنا Eigen Value لأنه عندي قيمة صفر بالفكتر. أحلها بالإيجاد Determinant مالتها المحدد فقط، وهاي من الدرجة الرابعة، يعني عندي أربعة Four Roots، أربع جذور. هاي الجذور كلها تخيلية، ال R1 و R2 هي minus plus تحت الجذر K ال I، وال R3 و 4 ساوي لنا plus minus تحت الجذر 3 K بالنسبة ل I. إذن X1 و X2 راح يصير عندي بهاي المعادلات الموضحة معكم. لو أعوضن معادلة 1 و 2 راح أحصل على قيمة قيم الثوابت التالية: C5 يساوي لي C1، و C6 يساوي C2، C7 يساوي minus C3، C8 يساوي minus C4. أعوضين ثم أعوض هسه boundary condition T minus يساوي لي صفر، زاحز إحنا X و2 X1 و X2 عوضناها حركة واحدة حركناها. إذن C1 حلهن هاي المعادلتين احصل على C1 يساوي لنا 1 و C3 يساوي لنا 0. اشتقها المعادلة C1 و C2 العفو X1 و X2 على مود اعوض الـ velocity initial velocity عندي اللي هي تحت الجذر 3 K. احل هنا المعادلات راح احصل على C2 يساوي لنا تحت الجذر 3 و C4 يساوي لنا 0. اذا ملخص هذا الحل، اذا C1 يساوي لنا 1 و C و C2 يساوي تحت الجذر 3 و C3 و C4 اثنيناتهم صفر. فإذا نحصل على المعادلة الأخيرة عندي X1 يساوي لي كوساين تحت الجذر K T بلس تحت الجذر ساين تحت الجذر K T، هاي اثنيناتهم X1 و X2 اثنيناتهم مساوية. أتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.